السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بتبييض الوجه بإزالة النمش والكلف، تصبغات، أيضا البقع البنية الداكنة وبزاف الأمور أخرى إن شاء الله. فنتمنى يا ربي تنال إعجابكم وتعجبكم يعني من وراء ما تستعملوها. اكيد البنات من ورا ما تجربوها ومرا اكيد ما تستعملوها، ما تنساوش انكم تخليو لنا تعاليقكم، كم بنات جدادات يقراو تعاليقكم. ايضا ما تنساوش الا كنتو جداد على القناه انكم تكبسوا كبسه الاشتراك او تشتركوا بالضغط على كبسه الاشتراك كاين تحت من القناه. ايضا ضغطوا على الزر المجاور لها اللي هو زر الجرس، كم ستوصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله على القناه ديالي من هنا المستقبل الهام شانيل دائما. ودابا غادي نمشيو للمكونات وطريقه التحضير. اول مكون ستحتاجون اليه هو بودرة الأرز، ستحتاجون أيضا إلى بودرة الحليب نيدو، خديت أنا الحليب المجفف أو ما يسمى أيضا بالحليب المجفف أو الحليب غبرة. وغتحتاجوا باش تدمزوا بجوج المكونات يعني غتحتاجوا زيت، أنا هنا خديت سيروم اللي كيجي على هذا الشكل هذا. هاد السيروم هذا كنت جو بونس خديته ب 54 درهم أو لا 55 درهم، ما بقيتش عاقله صراحة. هو سيروم زويل لابو كيخليها رطبة، غزل بزاف، فيه 40 مليلتر. خدوا نتوما أي سيروم بغيتو، هذا صراحة مختص بالشعر ولكن ممكن نستعملوه أيضا حتى لابو ديالنا. أنا هذا كيعجبني صراحة وديما كنستعملو. ممكن تاخدوا أي سيروم بغيتو، اي زيت بغيتو، غير زيت الزيتون هو في الكافيه في هذه الوصفه هذه. ولكن انا هنا بغيت نبدل لكم من الزيوت ونستعمل لكم دي سيروم هكذا اللي ينالوا الاعجاب ديالكم. هذا فيه فيتامين، بزاف الفيتامينات صراحه، وفيه نكهه الليمون، يعني الريحه ديالو فيها ريحه الليمون، كنقص من التجاعيد وكيخلي البشره رطبه وصراحه عجبني. هذا ديال لا مارك غاسين فيتا، غتلقاه في لي باغا فارماسي او في صيدليات الناس اللي غادي يسولوني. ممكن تاخذوا اي سيرومات ماشي بالضبط هذا السيروم، اي سيروم زوين، اي سيروم يقدر ينفعكم، اي سيروم فعاليه، عنده فعاليه وعنده بزاف الامور اخرى ممكن تاخذوه، ماشي بالضبط هذا اللي عندي انا. مي هذا كتجي لا فورم ديالو غزاله، قريعته غزاله اوسي، وحتى هو غزال يعني المفعول ديالو داكشي اللي فيه كله الطب، فكنصحكم به او اي سيروم اخر. الا ما عندكمش يعني اي سيرومات ممكن تستعملوا غير زيت الزيتون، هو في الكافيه في هذه الوصفه هذه. وغادي دابا نبدا ندمج جميع المكونات. غناخذ نيدو ديالي اللي هو حليب مجفف، وغادي ناخذ بودره ديال الارز ديالي اللي كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنا خديت كميه قليله فقط باش نوريكم الطريقه. وغناخذ سيروم ديالي اللي هو هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، لا فورم ديالو كتجي على هذا الشكل. غناخذ بعض القطرات، اللون ديالو كيجي اصفر. ومن بعد غنخلط جميع المكونات ورجع. وبعد ما خلطت جميع المكونات ديالي اللي هما الحليب المجفف، ايضا بودره الارز، وايضا سيروم ديال لا مارك غاسين فيتا، غتلقاو في لي باغا فارماسي وايضا في الصيدليات. خذوا اي سيروم ماشي بالضبط انا السيرومات اللي كنوريكم اولا الزيوت اللي كنوريكم، اي زيت، اي كريم، اي حاجه تكون بثمن رخيص غير تكون بواحد الفعاليه جيده وبواحد الفعاليه رهيبه، غادي تكون زوينه لكم وتعجبكم ان شاء الله وباذن الله. دونك انا نصبح عندي الخليط متجانس ما بين الحليب و بودرة الأرز أو الحليب المجفف وبودرة الأرز وسيروم الليمون أو البرتقال. صراحة أنا جميع السيرومات أو جميع الزيوت اللي تكون فيهم ريحة الحامض وريحة الليمون كيعجبوني. علاش؟ لأنهم كيرطبوا البشرة كيبيضوها، لأنه المفعول ديال الحامض أو ديال الليمون كتكون عنده واحد الفعالية كبيرة في تبييض البشرة، 4 درجات أو 5 درجات يعني كبيض يعني لابو بواحد الدرجه كبيره 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 بزاف. وانا صراحه في الفتره بديت دائما كنستعمل دي سيروم وايضا زيت الليمون زيت الحامض، وكنحس بالفرق ديال لابو ديالي كيف كانت وكيف ولات. فجميع السيدات اللي كيقلبوا على هذا الموضوع هذا كنصحكم بزيت الليمون زيت الحامض ودي سيروم اللي كتكون فيهم نكهه الحامض اولا بالبرتقال، هما غزالين بزاف، غتلقاهم في لي باغا فارماسي في الصيدليه. الثمن ديالهم جد مناسب، كيطرح ما بين 50 درهم 100 درهم الى اخره في الاثمنه يعني وما فوق. وكاين ايضا يعني الاثمنه على حساب الناس وعلى حساب جهد كل فتاه وكل سيده. ايضا جيسبر غادي وصفتنا الاعجاب ديالكم كيف ما قلت لكم، من بعد طبقوا على البشرة ديالكم مدة ربع ساعة أو نصف ساعة لو ماكسيموم، من بعد توصلوا الوجه ديالكم بالماء البارد أو الساخن أو الدافئ أيضا.
منو راه تستعملوا كريمات لترطيب البشره الجافه الدهنيه العاديه. كيف ما تنقول لكم دائما وابدا، اكيد اكيد ترطيب البشره ضروري ومن الضروريات المهمه جيدا اننا نرطبوا البشره ديالنا سواء غير بزيت الزيتون، فهو اكيد كيعمل على ترطيب البشره وعلى حمايتها من بزاف الامور، من بزاف الحويجات اللي ما تخطرش لكم على بالكم. جيسبر هاد بصفتنا الاعجاب ديالكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش انكم تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا في القناه ايضا، تضغطوا على زر الجرس كاين تحت من القناه، وايضا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس، وتخليوا لي تعليقكم الغزالة في خانة التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة. ما تنساوش ايضا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غادي تلقاوها في صندوق الوصف، انستغرام، سناب شات، اي سي لاباج اوفيسيال فيسبوك، ونشوفكم ان شاء الله في لابروشين فيديو. السلام عليكم.